الحمد لله بنتبع كل الإجراءات الاحترازية في المسجد بفضل الله عز وجل، من تطهير وتعقيم المسجد بين كل فرد وفرد، وأيضا علامات التباعد على السجاد بفضل الله عز وجل بين كل مصلي والآخر، يوجد علامات للتباعد، وأيضا كل مصلي يأتي المسجد لا يسمح له بالدخول إلا بالكمامة وبالمصلية أو السجادة التي ترونها. وجزاكم الله خير. دي سجادة استخدام مرة واحدة يعني. استخدام مرة واحدة. بتوزع على المصلين مجانا. بتوزع على المصلين الحمد لله مجانا. خليها معاك محفوظ عليها.